واحد بيقول انا ندرت اني اصوم للعذراء بالماء والملح 21 يوم ولم اتمكن لان صحتي لم تساعدني وعملي ايضا، هل اصوم صوم عادي ام ماذا؟ ما دام انت مش قدها بتندر ليه؟ الكتاب بيقول في سفر الجامعة 5:5 بيقول خير لك انك لا تنذر من انك تنذر ولا تفي. النذر ده عبارة عن تعهد بينك وبين ربنا، تعهد بينك وبين ربنا ازاي ترجع في كلامك وازاي ترجع في تعهداتك. صدقني لو انك انت نفست النذر على الرغم من ضعف صحتك كان ربنا هيديك القوة اللي تكمل بيها النذر، لكن اختبرك وجد كلامك يعني ليس له ثبات. انت كان اصلت السؤال تقول لي انا مكسوف اقول لك كذا، لكن مش ظاهر انك مكسوف ولا حاجة. هل الاكل ينفعك؟ شوف عايز اقول لك حاجة، الانسان في بدء الصوم يجد تعب في الانقطاع وبعد ما يستمر شوية ياخد على الصوم، ياخد عليه وصحته تتعوده وجسمه يتعوده وما يتعبش. زي انسان مثلا يكون بيشرب سجاير يقول ابطل سجاير، في الايام الاولى يجد تعب، لكن اذا صمد يلاقي الحكاية مرت وما جراش حاجة. فانت برضو لو انك صمت ما كانش جرى حاجة. اما حكاية المية والملح فالناس متعودين يقولوا كلمة مية وملح يعني من غير زيت، مش معناها مية وملح بس، مش ممكن، مفيش واحد بياكل مية وملح بس، لكن يقصدوا بالمية وملح انها من غير زيت. فكون انك تاكل اكل من غير زيت ده فيه ايه؟ مفيهوش حاجة. طب ما الفاكهة ممكن تخش في المية والملح ماشي، ولما تاخد بقسماط وتقرقشه ما هو مية وملح يعني ما فيهوش زيت. يعني كنا انك تقول صحتك لم تساعدك ازاي بقى؟ امال في اسبوع الالم بتعمل ايه؟ ما اسبوع الالم كده برضه ما بتقدرش تصوم اسبوع الالم. خليك شديد واضغط على نفسك، ومنين ما يجي لك رغبة في الاكل قول لا انا بتاع اكل انا ده انا قدها وقديت بنعمة ربنا اقدر اصوم كمان 21 يوم تاني. ما تخليش الشيطان يضحك عليك.